أعتذر إني ما قدرت أعطي المحاضرة مبارح أمامكم، لأنه شوي كنت تعبان، صار لي يومين قاعد في البيت. في محمد عنده سؤال، تفضل يا محمد. يا دكتور، لسه بدي أحكي لك إنه أنا ما قدرت أحضر المحاضرة، يعني تبيت مبارح، فبقدر أفهم معاك من هسا؟ ما بتقدر تفهم معي يعني ما فيك يعتمد عليه. التسجيل موجود. دكتور ممكن سؤال؟ تفضل دكتور، بس اسال، شو الفرق بين السوليبيليتي والديزولف؟ بين السوليبيليتي والديسوليوشن؟ لا بالديزولف. الايش؟ ديزولف. الديزولف الديسوليوشن يعني هي نفسها ديسوليوشن؟ هي نفسها ديسوليوشن. شو الفرق بينهم؟ شو الفرق بيناتهم؟ خلينا نفتح سلايد، لحظة شوي، نرسم هون، بدنا نرسم كيرف، تمام؟ شيبس شيبس شيبس. لنفترض انه هذا عندنا اكس واي اكسس يا عبد الله، تمام؟ انسرت. في عندك السوليبيليتي تاعت مادة معينة، لنفترض على سبيل المثال انها تقع هون. ليش هيك؟ تمام؟ معي عبد الله؟ خليني بس اعمله اول. السوليبيليتي تاعت ماده معينه تقع هون، لنفترض انها انسرت 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 تكست بوكس 30 40 ملي جرام بير مل. السوليبيليتي تاعت هاي الماده. الديسوليوشن هي كيف راح توصل لهي ال 40 ملي جرام بير مل. يعني اذا بعطيك البيور كريستلز تاعت الدواء، ممكن هيك الديسوليوشن تاعها يكون. تمام؟ إذا بعطيك دوسج فورم مثلاً، أنا عاملها إشي في سيرفاكتنت أو إشي عامل له أوبتمايزيشن، ممكن ديسوليوشن تاعها هيك يكون. الديسوليوشن سرعة الذوبان، السوليبيليتي هي الكمية القصوى اللي ممكن تدوب. تمام؟ وضحت ولا نعطي إيه مثال تاني؟ دكتور بالنسبة يوم حكينا انه النون الكترولايت بيكون الابسوربشن تبعه اعلى والسوليبيليتي تبعه اقل. بس هون بسلايد كان 25 كان، ايوه، حاكين انه الانسوليبل كومباوند انه بيكون يعني انكمبليت الابسوربشن ليله، يعني عادة انه بيكون انكمبليت. تمام، وين المشكلة؟ طيب يعني حكينا انه علاقة عكسية بين الابسوربشن والسوليبيليتي. العلاقة مش عكسية بين الابسوربشن والسوليبيليتي، العلاقة عكسية بين الايونيزيشن بين الابسوربشن والايونيزابيليتي. تمام، في شغلات بتذوب. الديسوليوشن ما بيعتمد فقط على الايونيزيشن. السكر مثلا كيف بيدوب؟ السكر ما بتأين، كيف بيدوب؟ بيدوب بكورة وطمامية عن طريق الـ H-Pon. تمام، الأيونز المواد المتأينة بتذوب عن طريق الـ Ion Dipole Interactions. المواد الغير متأينة بتذوب عن طريق أي Interaction آخر. Hydrogen Bond, Dipole Dipole, Dipole Induced Dipole وإلى آخره، إلها ذائبية. كل مادة حتى الأملاح بشكلها الغير متأين إلها بعض الذائبية. إحنا هون عمالنا نحكي هذا الجزء اللي بيذوب بدون تأين هذا اللي بيكون أبزوربابل. لناخد على سبيل المثال، نفتح سلايد تانية، ناخد على سبيل المثال في عنا HA بيعطينا، عفوا، بيعطينا H plus زائد A minus. تمام، هذا إكوليبريم. معي؟ طبعا. نكبر هذا HA كله ذائب. لحظة شوي عشان نوضح أكثر كمان.
نحط بين قوسين إيكويس. طبعاً الأيونات أكيد راح تكون إيكويس، أكيد راح تكون إيكويس. HA كيف ذائب؟ هيدروجين بوند عامل، لأنه أسيد في عليه كربونال جروب راح يعمل هيدروجين بوند. تمام؟ تمام. هذا HA طالما ذائب وأن أيونايزد راح يصير له أبزوربشن، صح؟ صحيح. لما يصير له absorption الإكوليبريم إيش راح يعمل؟ بده يعوض النقص. بده يعوض النقص، راح يتحرك للشمال، راح يرجع يعطينا HA، نخسر أيونات ويعطينا HA، برجع بمتص الإكوليبريم إيش راح يعمل؟ كمان بده يعوض، بده يعوض النقص، راح يرجع يعطينا. هون بنحكي إنه الامتصاص كامل، صح؟ لأنه كل ما يمتص، لأنه الذائبية كاملة على الطرفين، فبالتالي الامتصاص كامل. متفقين؟ تمام. طب لو كان هذا الكومباوند HA ذائبيته بالماء بدون تأيون قليلة، يعني في عنا HA وفي عنا برضو HA على شكل solid، هون صفى ايش اللي عنا القليل؟ ذائبية هذا، هذا مش عم بدوب عندي. لما هذا يمتص كيف راح يتحرك الإكوليبريم؟ للشمال؟ للشمال، راح يعطيني كمان من HA aqueous، بس إيش اللي ما عم يتغير؟ راح عم بضل زي ما هو solid. solid. فهون هذا تأثير خلينا لحظة شوي هيك بص بالك هيو. هذا الجزء اللي هون لأنه ما عم يرضى يدوب على الإطلاق، ما بتم امتصاصه هون، incomplete absorption. تمام تمام. بسلايد 25 عم بحكي لك relatively insoluble compounds often exhibit incomplete or erratic absorption. مش جاي بسيرة dissolved، بغض النظر طور dissolution تبعه. حكيت لكم أكثر من مرة، دققت عليكم إنه حتى المواد القابلة على التأيون بتذوب، ممكن تذوب بشكلها الionized وممكن تذوب بشكلها unionized. صح؟ صحيح. بس الشكل الأساسي يتسود بصير الأبسوربشن. الشكل عفوا بصير تعيدي؟ بس الشكل الان ايونايزد هو اللي بيصير له ابزوربشن، صح؟ بالضبط، الشكل الان ايونايزد هو اللي بيصير له ابزوربشن. فاحنا بنعتمد في الدراج ديليفري على الايكوليبريم، بدنا نختار البي كي اي المناسب انه يكون عندنا، او بدنا نختار البي اتش المناسب، الحبه تاعتنا تفتح الكودينج يفتح في البي اتش المناسب اللي يكون الطرف الشمال من هاي المعادله هون. لحظة شوي نقيم هون، احنا هدفنا نقيم هذا كلياته، هدفنا انه هذا كلياته يكون اقل اقل بكتير من S نود اللي هي الانترنزيك سوليوبيليتي. هذا وات يعني at what، لحظة، at what pH is، هذا السؤال اللي بنحاول نجاوبه، صح؟ احنا بالبي اتش بنقدر نتحكم بقديش عندنا الفراكشن ان ايونايزد، واحنا بنعرف الانترنزيك سوليبيليتي تاعت هاي الماده، فبدنا البي اتش اللي بيخلي الفراكشن ان ايونايزد اقل من الانترنزيك سوليبيليتي. وصلت؟ هذا للأسد الضعيف هذا، صح؟ للأسد الضعيف هذا بالضبط. دكتور بتكون البي كي اي معنا والاس نوت معنا والمولر انيشيال كونك، صح؟ بيكون معنا بالضبط. الانيشيال كونسنتريشن احنا من نتحكم فيه لانه احنا بنحضر التركيبه. يعني جرام على مولر ويت بال بالضبط 100%. تمام دكتور. كان انا حكيت الصبيه انه الان ايونايز هو اللي بيصير الابزوربشنز، اوريدي كمان ايونايز بيصير الابزوربشنز،
الايونايزد عاده الايونايزد ما بيصير له ابزوربشن. دكتور اخذنا انه في مالتي ديليفري سيستم بصير له ابزوربشن في الجسم. يس ديليفري سيستم دكتور لما بصير له مثلا كارير ميديت اكتف باسيف هاي الاشياء. الباسيف هو اصلا يعني الباسيف هلا بالضبط احنا ان جنرال بنحكي بالباسيف ديفيوجن. بس دكتور كمان الايونايزد فورم الايونايزد فورم هو بصير له بواسطه ديليفري سيستم عن طريق اكتف ترانسبورت بالضبط. يس قديش يعني الادويه اللي بصير لها ابزوربشن عبر الاكتف ترانسبورت؟ يعني شوي هي فيور بالضبط. هلا السبيسيفيسيتيز هاي اللي بيهتموا فيها الفارماكولوجيست بيقول لك هذا الدواء بحكم لانه بس 400 دالتون بيقدر يعبر مع اكتف ترانسبورتر تمام. هاي مش قضيتنا. انا بعد بشتغل على الجنرال رول. انا الفورمولا عندي بتكون روبست يعني خلص باسيفلي وخلص بالضبط. احنا بنعتمد باسيفلي. بعدين مش كل مكان الابزوربشن بيكون باسيف. في عندك الدايكلوفيناك مثلا. الدايكلوفيناك بشكله الايونايزد يس بالمعده بعبر باسيف ترانسبورت بعبر اكتيف ترانسبورت تمام. طيب على الجلد لما بدي اعطي فولترين عضلات حيصير الاختراق من الترانس ديرمال يعني عادي من هون باسيف ترانسبورت. كل اللي بقدر اعتمد عليه الباسيف ترانسبورت صحيح. بس لا دكتور انا تعقيبا على كلامها انه بتحكي الان ايونايز هو اللي بس بيصير له ابزوربشن في الميديسين اللي بيقولوا انه لا الايونايز والان ايونايز بس هم في وار انه بس عبر الديليفري سيستم بس بالضبط ومش لكل الادويه. هم مش صحيح. في عندك كتير ترانسبورت مكان. في عندك الـ شو اسمه الباسيف ديفيوجن. في عندك الاكتيف ترانسبورت وفي عندك الفاسيليتيتد ترانسبورت. هم اوريدي كمان الادويه بتكون نفسها لايبوفيلك فهي اوريدي بتعبر يعني بتكون ديزولف بالنان بولر شين تاعت البلازما ممبرين وبتعبر. هم هيك بيصمموها الاغلب الكومون. لكن في عندنا ديليفري سيستم بخص الايونايزد هذا للاكتيف وال بالضبط. احنا كيس باي كيس مش عمالنا ناخذ كيس باي كيس الكومون بشكل عام. نيجي هلا بدنا نتصرف مع دواء مثلا الفورمولا تاعتك بدك تحضري كالسيفيرول فيتامين دي. كل اللي بتعرفيه عن الابزوربشن كبيه على جنب لانه الكالسيفيرول لازم يكون دايب في فات والفات اللي يصير له ابزوربشن تمام. هون اوريدي انتقل باسيفلي انت حتى مش باسيفلي الدواء نفسه مش ابزوربابل غير ممتاز. في عندك شغلات زي الكركمين تمام. الكركمين is very absorbable تمام. لكن في المعده بين المعده والليفر في افلوكس بامب بتمنع اي من الكركمين انه يرجع يكمل على الجسم بعد ما يصير له ابزوربشن بيرجع بنضخ على المعده. الكركم انه قدرته عاليه جدا على انه يخترق الممبرينز عبر الباسيف ترانسبورت في مضخات في المعده بتضخه لبرا ترجع بتطلعه لبرا. يعني هون تعارض شغله. ما هاي انا كفورموليتر ما بقدر اعمل اي شيء في هاي الحاله. في عندك ادويه زي الفانكومايسين مستحيل يصير له ابزوربشن عبر المعده. ممكن يصير الابزوربشن عبر الانتستين ولا عبر الانتستين عبر الجي اي تي كلياته. الفانكومايسين لا يمتص لازم ينعطى انجكشن بالحقن. دكتور اكيد في النايترو في مثلا النايترو جليسرين هو اوريدي اذا اخذ كمان اورالي وهي الاشياء. في اشياء يعني بتحكم في حكم الصناعه الدوائيه وحكم الدواء نفسه 100%. احنا بناخذ هون الجنرال رولز تمام. احنا بناخذ الجنرال رولز اجن. احنا مهندسين مش بايولوجيستس. انا في عندي فرق في الضغط الاوزموسي فرق في التركيز هذا اللي راح يدفع لي الدواء من المعده للجسم. بس عشان يدفعه لازم يمر عبر هذا الممبرين. هذا الممبرين لايبوفيليك عشان الدواء يقدر يقطعه لازم يقدر يعمل لندن فورسز صحيح تمام. في له مدخل في له تشانل هذا الدواء فيه الاستراكشر تاعته في عليها ليجند معين بيقدر يشبكه على ريسبتور معين ما قلناش دخل فيه. وصلت دكتور يس تمام.
خلينا نمشي سريعا في الشغلات اللي هون في عنا في هاي السلايد، لانه كلياتها مواضيع اصلا مر علينا، مش راح تاخذ منا كثير وقت، بعدين مندردش اكثر. تمام، كلياتها هي بوليت بوينت سريعه. اول شيء في عنا الانفلوينس اوف كومبلكسيشن على بالمالتي كومبوننت سيستمز. في كثير ليكويد دوسج فورمز بتكون مكونه من اكثر من دواء، تضطر تعطي دوايين او ثلاثه او اكثر عبر الليكويد دوسج فورمز. في حالات معينه نفس الدواء مع الدواء بيعملوا ما يعرف باسم الكومبلكس. هاي الكومبلكسز 90% من الوقت بتكون غير ذائبه، ما لها سوليوبيليتي. بسم الله الرحمن الرحيم، في مثال الدوكسيسايكلين، الدوكسيسايكلين انتي بايوتيك، اذا بشوف كالسيوم بيعمل بريسيبيتيت مع الكالسيوم، بشبكوا مع بعض، بيعمل ماده طبشوريه لا يمكن تذوب ولا يمكن تمتص. شباب آسف جدا، شكله في عنا مشكلة اليوم في تيمز، مرة مش راضي يعمل شير، مرة مش راضي يخليني شابك. سامعيني هلأ؟ سامعيني. أوكي بعتذر. في عنا أدوية بتعمل كومبلكسز، هاي الكومبلكسز غير ذائبة، فبدنا نكون حذرين إيش الأدوية اللي عمالنا نخلطها مع بعض. فالكومبلكسيشن عبارة عن physical reaction، بيصير زي نوع من interaction بين المولكيول والمولكيول الثانية. الcomplex اللي بنتج هذا is insoluble. measuring solubility، بدنا نحكي هلأ شوي على قياس solubility أو البروسيجر المعتمدة عادة في قياس solubility. منقيس solubility على درجة حرارة 4 to ensure physical and chemical stability for short term storage، وعلى درجة حرارة 37 to support biopharmaceutical evaluation. من احنا كلنا عارفين انه اغلبية الادوية واغلبية الفورميلاز لازم نخليها مبردة عشان الادوية ما تتلف، ما يصير لهاش chemical degradation او microbiological degradation. لكن في نفس الوقت احنا بالذات ك physical pharmacists، كاخصائيين صناعة، مشكلتنا مع انخفاض درجة الحرارة انه ايش مشكلة انخفاض درجة الحرارة؟ بتقل السوليبيليتي. انا شراب الاطفال اللي انا عملته طول ما هو مسكر انا ضامنه اموره تمام، من لحد ما يطلع من المصنع لحد ما ينفتح في بيت المريض. متى ما انفتح في بيت المريض صار بد شو اسمه اتعرض للظروف الخارجية، اتعرض للهواء، للميكروبز اللي في الهواء، للأكسدة إلى آخره، لازم يضل في التلاجة عشان ما يخرب. لكن في التلاجة السوليبيليتي تاعته بتقل، لأنه درجة الحرارة جوا التلاجة أقل من درجة حرارة الغرفة اللي كان مخزن عليها قبل ما تنفتح هاي العلبة. فبالتالي وأنا بصمم الفورميلا بدي أفحصه على درجة حرارة التخزين هاي. وطبعا شغلة تانية، بدي أشوف الذائبية على درجة حرارة الجسم، وبدي أشوف الاستابيليتي على درجة حرارة الجسم في الفترة اللي راح يقعد فيها الدواء في المعدة على درجة حرارة 37 قبل ما يتم امتصاصه. بدي أشوف ذائبيته، الروبستنس تاعته إلى آخره. حتى التابلت، أنا الدواء لما أفحصه على أفحص الذائبية تاعته في البيكر في المختبر، مش الظروف اللي راح يذوب فيها. حبة الدواء لما تذوب عندي في الجسم راح تذوب مش على درجة حرارة 25، على درجة حرارة 37. إيه قديش ذائبية الدواء على هاي الحرارة، قديش الروبستنس. كيف منقيس السوليوبيليتي؟ في عنا إشي اسمه الشيك فلاسك ميثود. منختار البي اتش اللي بدنا نشتغل عليه، منختار درجة الحرارة اللي بدنا نشتغل عليها، ومنستخدم هاي الشيك فلاسك. منعبي المحلول تبعنا في
البيكر بنحط الدواء بنحط اكسس بدنا نحط زياده عشان نضمن انه بدنا نوصل السوبر ساتوريشن. بعدين هذا الشيكر لمده 24 ساعه تمسك هالدواء هالمي وهالدواء وبتبلش تخض فيهم خض 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 لدرجه 24 ساعه تحريك شديد عشان تضمن الذائبيه القصوى. بعدين بتتركه منيجي منشوف اذا في عندنا دواء رسب. اذا في عندنا دواء رسب بنعرف انه احنا في السوبر ساتوريشن. اذا ما في ترسيب معناته احنا يا اما انساتوريتد او ساتوريتد. طريقه ثانيه اسرع شوي واسهل شوي انه نبدا من سوبر ساتوريتد سوليوشن. انا بدي افحص الدواء اشوف الساتوريشن سوليبيليتي على درجه حراره 25. بس كيف بدي اضمن انه انا وصلت الساتوريشن؟ اول شيء بسويه بدوب اكسس بدوب كميات كبيره على درجه حراره 80 مثلا. على درجه حراره 80 كل اللي بذوبه راح يدوب لانه التمبريتشر ترفع لي السوليبيليتي. بعدين بتركه يبرد وهو بيبرد راح يرسب. هذا الاشي احنا عارفينه وهو ببرد راح يرسب. اللي بضل عندي في السوليوشن لانه انا ضامن انه كل شيء كان ذائب ففيش عندي مشاكل تحريك فيش عندي مشاكل هوموجينيسيتي الى اخره. كل اللي رسب رسب بسبب الاشباع مش بسبب مثلا مش محرك صح ظروف الى اخره. فاول شيء بنعمل physical examination by observation of the presence of undissolved material. بعديها منقيس solubility فعليا. اول شيء منفلتر بيقول لك after filtration a sample analysis can be taken. فبيقول لك filtration and analysis should be performed under the same temperature as the solubility determination and under conditions to minimize loss of volatile compounds. فبدنا نفلتر وبدنا نحلل. بتفلتر اول شيء بتستخدم فلتر بيبر او مصفاي او الى اخره عشان تفصل البريسيبيتي بسبب السوبر ساتوريشن عن الساتوريتد سوليوشن تبعك. بدك تتاكد انه تحافظ على الظروف. الفلتر بيبر ممكن تسخنه لدرجه الحراره المناسبه او تبرده لدرجه الحراره اللي انت شغال عليها. بعدين المحلول السوبر ساتوريتد اللي طلع معك بتحطه في يو في بتحطه ب اتش بي ال سي. المهم انك تقيس درجه الذوبان. فبنستخدم هاي الاليات الالترا فايولت فيزبل سبكتروسكوبي او ممكن الاتش بي ال سي اللي راح تاخده عنها في تحليل الي عشان نقيس السوليبيليتي. ليش بنسوي هذا الحكي كلياته؟ بدنا نعمل شيء اسمه سوليبيليتي كيرف. The relationship between solubility and temperature can be represented by a solubility curve. Each point on the solubility curve represents a saturated solution. No more soluble, no more solute can be dissolved at that particular temperature. At any point below the curve represents an unsaturated solution for that solute. فإحنا نعمل هاي التجربة على درجات حرارة مختلفة 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 إلى آخره. بصير في عنا فكرة عن ذائبية هاي المادة أو saturation solubility الذائبية الإشباع تاعت هاي المادة على درجة حرارة على درجات الحرارة المعينة. بيطلع عنا بالآخر إشي اسمه solubility curve. زي هون في عنا مثلا solubility curves تاعت هاي المواد الصوديوم كلورايد. تفضلي. هسا الميجرينج انا بعرف مثلا على الكيرف كيف تطلع، لازم اكون عارفه كمان كمقاليا. كيف يعني؟ مش فاهم عليكي. يعني دكتور هاي مثلا السلايدات هسا انا بعرف كيف يتم يعني انه كيف نسويها، لازم نقرا الميجرينج؟ اطلعي عليه مش بضرش. يعني هسا هي على الكيرف وهذا بعرف انه مثلا كيف يعني بتطلع بس انه مثلا لازم نقرا هذا كيف مثلا عند 4 سيليوش عند 4 سيليوس و لا. لا 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 مش شرط لانه طلع الكيرف من 0 ل 100 واصل تبعنا. بس احنا بنحكي لكم انه بنهتم بدرجات حراره معينه عشان في شغلات بدنا ناخذها بعين الاعتبار. ايوه طول ما الدواء لما قبل ما يطلع من المصنع عندي بتسكر وبتلتحم الغطاء صح. شراب الاطفال بتسكر وبيلتحم الغطاء. فانا ضامن المحتويات الشراب تبعي مش متعرضه لهواء مش متعرضه لاكسده ضامن الاستابيليتي تاعه.
بس كل شراب الأطفال إيش بيقول لك؟ متى ما فتحت العلبة إيش لازم تسوي فيها؟ تعمل شيكينج. غير الشيكينج بدك تحفظ مبردة بعد الفتح. يعني بالثلاجة. تمام. بالثلاجة عشان ما ترسب. عشان ما تأكسد. تتأكسد بالحرارة. تتأكسد بالحرارة ممكن تتعرض مع الفتح والتسكير والفتح والتسكير البكتيريا اللي في الجو تدخل على الشراب. فالتبريد بيحميها، بس التبريد بيحمي من الكيميكال والمايكروبيولوجيكال ديجريديشن، لكن بيخرب عنا السوليبيليتي. انا هلكت وانا بذوب هذا الدواء عشان يزبط معي شراب الباراسيتامول الاطفال تبعي. بدي اضمن انه شراب الباراسيتامول تبعي لما الام تحطه في التلاجة بعد ما تفتحه بده يضل الدواء ذائب. تمام. بعمل الفكرة بدنا نفهم انه تجارب السوليبيليتي بدي اخذ بعين الاعتبار انه بدي اعرف ذائبية الدواء على درجة حرارة الجسم، لانه راح يدوب. بدي اعرف اذا راح يدوب ولا يرسب في المعدة، بدي اعرف اذا راح يدوب ولا يرسب في التلاجة وانا حافظه. وصلتني دكتور. طيب دكتور، ما هو السسبنشن هيك راح يعني يترسب؟ احنا مش عمالنا نحكي عن السسبنشن، احنا عمالنا نحكي عن السوليوشن. احنا كل موضوعنا السوليوشنز. عم بحكي بشكل عام انه الادوية، انت يعني لانه حكيت الادوية، ففي ادوية سسبنشن فراح تترسب. تمام، في ادوية سسبنشنز. ايش اللي بيكون مترسب في السسبنشن يا سمر؟ هو الدواء نفسه، يعني جزيئات الدواء نفسه. طيب لو شو اسمه في السسبنشن تبعك، لو رسب المحلي، المحلي مش سسبندد، بيكون ديزولفد. الدواء مرسب وبقيت الشغلات بتكون انسوليوشن، خصوصا المحليات لازم تكون انسوليوشن. رسب عندك المحلي، صار طعم الفورميلا تاعتك شراب الاطفال تاعك صار بقرف. بلاش. رسب عندك البارابنز، الانتي مايكروبيا اللي بريزيرفاتيف. رسب عندك الفيتامين اي الانتي اوكسيدنت. اغلبيه الشرابات فيها انتي اوكسيدنت. يعني بنحكي عن ترسيب الاكسيبيانت، يعني المكونات الثانيه لل بالضبط. احنا بنحكي بشكل عام عن السوليبيليتي، يعني حتى الاكسيبيانز ناخذ في عين الاعتبار ذائبيتها. تمام. طيب لا اجيب لك اياها بطريقه ثانيه. انا السسبنشن اصلا الادفانتج تاعت السسبنشن انه الدواء ما بيكون دايب، فبالتالي ما بنحس بطعمه، لانه الفليفر بتيجي من الدواء الذائب. تمام، سامعيني؟ دكتور. هلا كيف بتميزي الفورمولا الكويسه من الفورمولا السيئه ل شراب مثلا معلق الاطفال البروفين الايبوبروفين؟ الايبوبروفين شهير بانه نكهته كريهه جدا 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 كموليكيول، نكهته كريهه جدا. يعني مقبول طعمه بالضبط. هلا البروفين الاوريجينيتر تبع ابوت طعمه زاكي برتقال. بس بتحسي في البودره فيه الايبوبروفين بيكون بيسرسك الكريستالات. في مستحضر اردني او اظن وعلم عند الله انه اردني بحرق لما تحطه في التم، بحرق. ليش؟ ايش غلطه الشركه هون؟ الايبوبروفين تاعهم مش كله سسبندد، في عندك ايبوبروفين عماله يدوب، لانه في عندك كريستالات ايبوبروفين معلقه ان سوليوشن. في حاله زي هاي اذا بدي اعمل سسبنشن منيح عشان اعمل كيس ماسكينج، بدي اعمل كل تجارب السوليبيليتي وهدفي العكس انه الدواء ما يدوب، بدي الدواء يدوب بس في المعده ما يدوبش في المعلق تبعي عشان يضل طعمه مخفي. فهون بعمل تجارب السوليبيليتي، بطلت شطارة اني ازيد الذائبية، صار هدفي اني اقلل الذائبية داخل كونتينر معلق الاطفال تبعي عشان الطعم. وضحت؟
دكتور. فإحنا هون عمالنا نحكي عن الصوليبيليتي كخاصية فيزيائية إن جنرال، بصفي تطبيقها حسب الحالة اللي عندك. في عنا هاي السلايد اللي هون اللي فشقت عنها، معطينا مثال العسل. العسل إذا بتخليه يبرد ببلش السكر اللي في العسل يرسب، يعملنا كريستالات. عشان هيك العسل ما بصير نحفظه بالتلاجة. تمام شباب؟ الكل معي؟ دكتور تمام. في عنا هون في هاي السلايد بعطينا أمثلة على بعض السوليبيليتي كيرفز. طبعا الخط بيمثل لنا الساتوريشن سوليبيليتي، فأي إشي لخط معين مثلا الـ NaCl لخط معين تحت هذا الخط إحنا في الـ unsaturated سوليبيليتي، وفوقه في عنا ترسيب، في عنا سوبر ساتوريشن نسبة لدرجة الحرارة. هون في عنا أمثلة كتيرة بيقول لك لقي لي الدواء اللي ذائبيته على درجة حرارة 25 90 جرام لكل 100 مل، بدك ترسم خطين متقاطعين وتشوف هذا. مثال تاني، مثال ثالث، مثال رابع، وإلى آخره. لا وين بنستخدم هاي الشغلات كتير؟ دكتور آخر مثال. هذا؟ لا آخر واحد. آخر هذا. لا دكتور في هذا كلاسيفاي. أيوة. دكتور هو لما اعطانا مثلا لما يعطينا انه 80 جرام احنا اوريدي اول شيء بنروح بنشوف انه عن 30 سيليسيوس قد لكل اي شيء لكل 100 جرام اخر شيء عندي كلاسيفاي تعطيني رقم السلايد بس لاني مش لاقي كلمه دكتور 52 52 هذا دكتور 2 تفضلي وعد دكتور بس مش معلقة اوكي هسا هو لما اعطانا مثلا 30 سيليسيوس لهذا انا بروح اشوف ال 30 سيليسيوس لهذا المركب لهذا الكيميكال لهذا ال NaNO3 بعدين دكتور انه هو 80 جرام بدي اشوف اذا هو هون عندنا لكل 100 جرام بالضبط ضرب تبادلي هي السلايد اللي هي هون هون في عندنا اذا بتطلعي جرام لكل 100 جرام مي دكتور هون بقولنا انه نصنفهم احنا نصنفهم بيقول لك انه من هدول ساتوريتد او سوبر ساتوريتد او ان ساتوريتد 80 جرام NaNO3 على درجه حراره 30 سلسيوس اول شيء 80 جرام NaNO3 بدي احولها لجرام لكل 100 مل لكل 100 جرام مي بدي احولها لجرام لكل 100 مل ضرب تبادلي هيها هون ايوه انه هو اوريدي احنا بنعمل ضرب تبادلي بنطلع كم الجرامات بالضبط 100% هاي ليش هاي الشغله بناخذها بعين الاعتبار او ليش هاي الشغله من من بنقدرها ليش معادله الضرب التبادلي هاي مهمه حتى نشوف الساتوريشن مش عشان نشوف الساتوريشن هلا ال 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 دكتور بنشوفها بالنسبه للمي بدنا نشوفها بالنسبه للمي يعني بالنسبه للبيبليتي كيرف اصلا بيعطينا بالنسبه للمي بيقول لك هاي ذائبيه او كم من جرام لكل 100 مل مي بدوب عندي على درجه الحراره هاي على درجه حراره 20 بدوب عندي 5 جرام في كل 100 مل يعني قديش بالمية ذائبيته فعليا ذائبيته هون 5% ذائبيته هون 30% وهكذا نيجي ناخد مثال كمان شراب الأطفال كتير من الأنتي بايوتكس وشربات الأطفال بعطي الجرعة حسب الوزن فأنا ما بتكونش وحدة القياس عندي 100 مل بتكون 101 مل 107 مل 112 مل 96 مل فقديش في عندي دواء في هاي 96 مل لما اجي اعمل فورمولا تاعتي بدي اعمل هذا الضرب التبادلي عشان اشوف بالضبط قديش عندي الجرعه في هذا الحجم وصلت تمام بس دكتور احنا باخر مثال اللي هو سلايد 52 اعطينا
الجرام اوف سوليوت لكل 100 جرام H2O مش ملات. تمام، دنسيتي المي واحد، 100 جرام قديش وزنهم؟ ال 100 جرام قديش حجمهم؟ كثافة المي تمام. بعدين لحظة شوي، الجراف عندنا، الجراف عندنا، لا سوري، الجراف عندنا إذا بتطلع على الجراف اللي بيقول لك احسبي عليه، معطيك إياه نسبة ل 100 جرام مي، معمول ويت بير ويت. دكتور أنا شو عملت؟ بس أخذت عن 30 سيس، رحت شفت كم مثلا ال NaNO3 طلعت عندي 70 بالضبط، عندي الرقم هون 80، حطيت إنه هو إيش؟ unsaturated. اه بالضبط. فهي بدنا ننتبه على الوحدات، هون بيقول لك لكل 100 جرام مي، في السلايد اللي قبلها بيقول لك لكل 100 لكل شو اسمه مكعب لكل 100. انا دكتور الامور جاهزه، ما في تحويل. الامور جاهزه. اخر مثال، المثال جاهز. يعني هسه 45 جرام كي سي ال 60 سيليس، بروح اشوف كم 60 سيليس لكل 100 جرام، واذا كان اقل او اكثر انا هيك حليته. فانا استغربت لما حكيت لي بنحول، حكيت معناها كل شغلي خطا. لا شغلك مش خطا، بس هون في عنا الضرب التبادلي هذا بنسويه لما بدك تغير الحجم. تمام، هون هاي وصلتني كانت، بس اخر شيء كنت حابه اتاكد منها بس. تطبيق مباشر، لا ذائبيه في سكر في 100 مل مي 5 جرام لكل 100 مل، قد كم من جرام سكر عندك في ساتوريتد سوليوشن حجمه 117 مل مي؟ هون بدنا نشوف لكل 100 بالضبط كم عن الكيرف، وبعدين بنروح نضرب تبادلي ونحط ال 117 تحت هذا الضرب التبادلي. تمام، تمام. احكي لنا كيف طبيعة الأسئلة بالفاينل، يعني إن شاء الله زي أسئلة الميد. محمد بعيدك تفضل. أوكي دكتور، بس إذا في مجال تعيدني إن عجزك بالنسبة للأمثلة. مش سامعك، مش سامعك، بدك تعلي صوتك أو تقرب على المايك. بحكي دكتور إنه إن عجزت بآخر إشي، بس معلش أعيدها. إيش أعيد؟ المثال اللي حكيتوه. متى بحول، متى ما بحول، وين؟ محمد، في عندك ذائبية السكر في المي 5 جرام لكل 100 مل، تمام؟ تمام. أعطيتك محلول سكر مشبع حجمه 117 مل، كم من جرام سكر دايب فيه؟ هون بمشي على هاي المعادلة، هون بعمل ضرب تبادلي، إذا المية فيها خمسة، المية وسبعتاش قديش بيكون فيها؟ بعمل ضرب تبادلي بالضبط. هاي اللي هون بيقول لك هذا اللي شو اسمه آخر سلايدة، هاي بيقول لك شو اسمه، هاي الجرافات عندك، احكي لي هدول المحاليل مشبعة ولا غير مشبعة؟ ذائبية نيجي على أول إشي الـ NaNO3 اللي هو الجراف اللي بالأخضر على درجة حرارة 30، قديش ذائبيته القصوى؟ لحظة شوي نجيب خط لأنه أنا انحولت. تقريبا بين 80 ثواني 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 صديقي. على درجة 30 حوالي 90، معناته هذا unsaturated المحلول، وهكذا بس. هاي هي فكت خلصت. صحيح دكتور، صحيح، بس بسيط جدا. دكتور بيجي زي هيك بالفاينال؟ ممكن احتمال، ممكن ممكن لا. يعني دكتور لو قطع وصل عند المية تبع نحكي عنه ساتوريتد. ايش هو؟ لو درجة الحرارة مع الكيرف الثاني الواي اكسس، لو قطع عند المية للمي بنحكي عنه ساتوريتد؟ لا مش للمية عند المي، هاي قديش ذائبيته القصوى، الكيرف الساتوريشن سوليبيليتي.
الكيرف الساتوريشن سوليبيليتي. انا بعطيك محاليل بحكي لي هاي المحاليل ساتوريتد ولا ان ساتوريتد بناء على الكيرف. دكتور هو قصده عشان مكتوب لكل 100 جرام ووتر، بس هي هاي دائبية المادة نفسها بالنسبة من الوتر بالضبط وحدة قياس. أنا ما أعطيك التركيز weight per weight بدل ما أعطيك التركيز weight per volume. دكتور إحنا بس منشوف هي 80 ما منشوف 80 على 100 ومنروح منشوفها بالضبط، لأنه أصلا هي قديش دائبية لكل 100. اقرأ ال y axis إيش كاتب لنا. ها قديش الذائبية في كل 100 جرام مي، هاي الواي اكسس. في حدا عنده اي اسئلة تانية يا شباب؟ محمد دكتور هسه هو متى بيكون سوبر ساتوريتد ومتى بيكون ان ساتوريتد؟ unsaturated لما التركيز تحت الخط، super saturated لما التركيز فوق الخط. الخط هذا saturation solubility. تمام؟ فوق الخط يكون super وتحت الخط يكون super، تحت الخط بيكون un. آه تمام دكتور. عدي أظن كان عندك سؤال. دكتور نفس الشيء وساتوريتد على الخط نفسه بتكون على الخط صح؟ هذا بالضبط خط الساتوريشن. تمام. اي اسئله ثانيه يا شباب؟ دكتور بس بدي تحكي لي الفرق بين الانترنزك والابيرنت سوليبيليتي. بين الانترنزك والابيرنت سوليبيليتي، الانترنزك سوليبيليتي هي الذائبيه الناتجه لو ناخذ ويك اسيد مثلا. تمام؟ الانترنزك سوليبيليتي هي الذائبيه الماده لما يكون كلها ان ايونايزد. قديش بتذوب فقط عبر الهيدروجين بوندز. تمام يعني undissociated يعني زي كأنها مش متفككة. مش متفككة بالضبط. apparent solubility إجمالي ذائبيتها الأيونايز والأنأيونايز على pH معين. بعد إذنكم دقيقة شباب. بعتذر جدا شباب. في حدا عنده اي اسئلة تانية؟ في اي استفسارات؟
أمل تفضلي. دكتور هلا احنا بنعرف انه ذئبيه الموت صلبه او سائله بتختلف عن ذئبيه الاملاح بارتفاع درجه الحراره، تمام؟ هلا ذئبيه الاملاح بارتفاع درجه الحراره طرديه، بس ليه هون على الكيرف انه في املاح عكسيه ماشيه مع الحراره؟ هذا الكيرف مثال، بعدين هدول اذا بتطلع عليهم اغلبيتهم ليكويدز الشغلات العكسيه. ال HCl مثلا بتبخر مع الحرارة، ال HCl ليكويد، الهيدروكلوريك اسيد ليكويد عم بتبخر مع الحرارة، فعشان هيك الكمية بتقل. تمام، انسي هذا الكيرف، خلينا نرجع على السلايد اللي قبلها. يعني اذا بجيب لك اشي في الامتحان راح يكون بيشبه هذا اكتر. تمام أمل؟ تمام دكتور. وفي شغلات احنا حكينا في بعض الماتيريالز السوليبيليتي تاعتها بتقل بالحرارة في حالات معينة، حالات نادرة. أي أسئلة ثانية؟ بكرة في محاضرة دكتور؟ كيو اند اي بنفتح بندردش. في حدا عنده اي اسئله بسال، اللي ما عندوش اي اسئله ما بسال، اللي حابب يحكي بشكل عام بيقدر يحكي. يعطيكم العافيه جميعا، احنا هيك نكون انهينا مادتنا لهذا الفصل. بدي بغض النظر عن او خليني قبل ما نفوت على الكونكلوجن نسمع من محمد. دكتور كان بدي اسالك عن ال NH3، بس خلص مش مشكله لانه راح الشيخ. ايش مال ال NH3؟ الامونيا مالها؟ ايش تصنيفها؟ كيف ايش تصنيفه؟ من اي ناحيه؟ ساتوريتد ولا ان ساتوريتد ولا سوبر؟ على اي تركيز؟ اي محلول اللي عمالك تحكي عنه؟ دكتور انا قلت عن اخر مثال، مش كان في عندنا تصنيفات؟ خليني ارجع للسلايدات. اشتغلوا؟ NH3 50 جرام NH3 على درجة حرارة 10، على درجة حرارة 10 وين؟ لحظة شوي، هاي نيجي نعلم عند ال 50. insert insert insert، هات ناخذ خط. ها هاي درجة حرارة 50 صح، بس اعمل الخط واضح وكبير مش كتير دغري هو، بس هيو اشي منه. هاي درجة حرارة 50، وده شو اسمه بدنا كمان او تركيز 50، درجة حرارة 10، وين 10؟ هاي 10. نرسم خط من عند العشرة لل NH3. قديش ذئبية ال NH3 على درجة حرارة 10؟ 70 تقريبا، بين 70 و80. تمام، معناته سوليوشن تركيزه 50، قديش راح يكون 50 جرام لكل 50% تركيزه؟ قديش ايش تصنيفه يا محمد؟ unsaturated دكتور، unsaturated بالضبط، لانه تحت الاشباع. تمام؟ تمام دكتور، يسلم. ما في مشكله. اي استفسارات ثانيه يا شباب؟ دكتور NH3 كان مشبع؟ كيف كان مشبع؟
مش فاهم عليكي. هسا هو حكى عند 10 سيليسيوس. NH3 عند 10 سيليسيوس. الـ NH3 الخط اللي لك اللي مقطع هذا. وين الساتوريشن تبعه؟ حوالي بين 70 وال 80 جاي. هو غير مشبع. بالضبط على درجة حرارة 50 هو غير مشبع. مش 50 دكتور، انا بحكي 10 هسا. هسا هون السؤال بحكي لك 50 جرام NH3 هات 10 سيليسيوس. عند 10 سيليسيوس. بالضبط. مظبوط مظبوط. هو غير مشبع صح؟ غير مشبع. تمام. أي أسئلة تانية أصدقائي؟ دكتور كيف طلعتوا حوالين السبعين؟ نحس أكثر. لحظة شوي. هاي أنا 75 75 يعني. أنا أشتري هاي الخط الليلكي صح؟ نيجي نعمل زوم. هاي أنا أشتري هذا الخط الليلكي. وين؟ نهدي صح؟ إيه؟ لأنه نهدي. اللون النهدي بالضبط. هاي اول سترايب، هاي لحظه شوي، اول خط هاي ال 10 سلسيوس، هاي 10 سلسيوس. نيجي نطلع فورم، لحظه شوي، هو هذا الخط، خليني اعمل له اسود واسود غامق. هاي خط ال 10 سلسيوس غمقته صح. تمام ماشي. ال NH3 النهدي اللي مقطع اللي نازل نزول، وين وين بتقاطع مع درجة حرارة 10؟ عند 75. عند 75 يعني هذا الحرف اللي ما يتقاطع معه 74 75 شيء زي هيك. شيء زي هيك بين 70 و 80. اوكي تمام. احنا عشان على السلايد دكتور الخط مش كثير واضح. ما في أي مشكلة. أوكي دكتور. غيره؟ تمام. أسكر هاي. أول إشي بدي أحكي يعطيكم العافية جميعاً، كان فصل مميز وبصدق أنا كتير مبسوط منكم وفخور في كل واحد فيكم بغض النظر عن نتيجة الامتحانات سواء الميد أو الفاينل. الامتحانات الظروف والارتباك واللبكة ومشاكل الأونلاين وإلى آخره، في كتير عوامل ممكن تحكم إن الواحد يزبط أو ما يزبط، لكن in general من المحاضرات، من أسئلتكم، من مشاركتكم، من اهتمامكم، يعني بقدر أحكي بكل ثقة إنكم دفعة مميزة كنتوا، سواء أنتوا أو الشعبة الثانية. فبتشكركم كلياتكم فردا فردا، يعطيكم العافية، الأفر تاعكم كان رائع الفصل هذا. بتمنى لكم كل التوفيق، بتمنى أشوفكم في بقية مواد ال شو اسمه برانش الصناعة، و يعني مش عارف شو كمان بقدر أحكي. بس بلوك في الفاينل، موفقين كلياتكم. طبعا تقدروا تتواصلوا معي إذا في عندكم أي أسئلة، ويعطيكم العافية جميعا. هيك انتهت المادة مش بس المحاضرة. يعطيك العافية دكتور منصور. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم. الله يعافيكم. نراكم شباب إن شاء الله بكرة.